والآن متابعة لأخبار الأحوال الجوية. نعود مرة أخرى إلى آية كفوري. إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نأخذكم في جولة لأحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا للأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات بالجمهورية. نبدأها من القاهرة العظمى 37، الصورة 23، الإسكندرية 32، 21، مطروح 33، 20، وبورسعيد 31، 21، والإسماعيلية 38، 22. أيضا السويس سجلت العظمى 37، الصغرى 22، العريش 32، 20، طابة 35، 21، شرم الشيخ 37، 26، والغردقة 36، 26. أيضا الأقصر العظمى 41، والصغرى 25، أسوان 42، 26، الوادي الجديد 40، 25، وشلاتين 35، 25، وحلايب أخيرا العظمى 32 والصغرى 26. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.